ينط بيه على السور وحاجات وينزل بيه وعلى السلم ده بيتزقوا بيه على الترابزين. وينزل ما لناش احنا دعوه بكده. احنا نزحلق على الترابزين. لكن اطلع من البتاع ام عاده. طب ما تزحلق عادي. طب والمستعجله فاكرها؟ المستعجله دي كانت بالكازوز؟ لا دي كانت بعجل رمان بيلي كده وعلى لوح خشب وليها الجدول. دي اللي بتاعت الناس اللي بتتسول دلوقتي بيسموها عوامه. ايوه اللي لا احنا كان في بتجيب الطاره اللي هي الكاوتش وبنمسك حتى عصايه كده وتجري بقى تلف بيه في فهم في حقيقي كنا بنعمل كده ومتعة وحاسد روعة. كان لنا واحد صاحبنا ايه الرصيف بتاع الشارع اللي هو بقى ايه البولدور نفسها غير الرصيف نفسه هو بيجري طول الوقت عايش ان هو قطر واخد بالك يعني هو عايش بيتعامل مع الناس ان هو قطر وتوووووت وخناقه بنت لذينه الواحده جت فرشت بفجل على طريق القطر اللي عملها ويقف توووت والست مش فاهمه يا ست القطر لا بتاع الكاوتش ده كان ممتع جدا كنا بنروح على بقى المنازل او اي منزل وبتاع وتقوم ضرب واحده من فوق وتفلق انت لاخر المنزل تستقبله بقى فاهم برجلك فاهم ومين بقى اللي بتاعك والبتاع الكاوتش ما يوقعش بس جربت اللي هي في بقى واحده ثانيه اللي هي بالكازوز دي بالكازوز اللي بيها دي بس اختراعات برضه يعني كنا بنخترع لعبنا يعني بيلف حوالين بعضه كده يعمل عجله هو ليه الحاجات دي اصلا مش عشان ما كانش في حاجات تانية لا ايه يعني تيجي تفتكر كده برضه يعني كازوز وتمشي بيه في الشارع بس كانت لطيفة لا بس برضه كان الواحد تافه والله كانت بايخة قوي البتاعة دي مش لطيفة ولا حاجة المصيف بالنسبة لك يا أحمد كان إيه؟ زمان يعني ولا أكيد زمان اختلف زمان متعة عن دلوقتي أنا بالنسبة لي كان زمان متعة أنا بالنسبة لي المصيف يعني كان خالد بن الوليد والشاطبي ايوه وتقف في البلكونه اسكندريه احنا مره رحنا اسكندريه من حبنا في الصيف كنت انا واحد صاحبي اسمه عمرو القفاص عندهم شقه في شارع خادم الوليد ورحنا قلنا كنا رايحين معانا 100 جنيه مثلا 100 جنيه ساعتها برضو رقم حلو وعايزين نقعد اطول وقت ممكن حلو ف ونروح بقى نروح المنتزه برضو وبتاع ومش عارف ايه لكن الاساس خالد بن الوليد خادم الوليد والشباك فوق والشاي وتقف تتفرج وبتاع وتنزل تمشي شويه تاكل زلابيا تبقى سلام بالسكر دي السكر ايوه سيبك من ام عسل لا 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 سكر بس ايوه واخد بالك وبعدين جه في وقت خلاص 100 جنيه بتخلص واحنا عايزين نقعد فدخلت عملت فيها واحد بيجمع تبرعات والله العظيم تبرعوا ليه؟ لا قلت احنا طلبه وبنلم مش عارف ايه علشان تسول بقى مش عارف قلت حاجه ايه كده وفي واحد بتاع سوبر ماركت حد اداني 5 جنيه وحد ادالي 7 جنيه وحد اقتنعوا واصلا برضو كان معايا كارنيه المعهد ايامي مع فنون مسرحيه يعني صح بنعمل حمله فنيه مش عارف ايه وما كانش حد بيركز يعني خد يا ابني وبتاع فاهم خلاص لمينا باين 35 جنيه وقعدنا حوالي 4 ايام كمان ب 35 جنيه كناش ناكل غير مكرونه بس مكرونه بس من غير صلصه اي حاجه خالص حقيقي والله صلصه غاليه قعدنا تك وكان معانا تذكره الرجوع في القطر وكملنا بقى فاهم انتوا اهم حاجه حاجزين تذكره الرجوع طبعا هنروح فين طبعًا. يا معلم معاك في جيبك فاهم تروح تاجلها شويه بتاع كده كان وقتها مثلا ممكن يبقى في بنات في شارع خالد بن الوليد او على البحر ماشيين ازاي فاللي هو صباح الخير وبنتين يبقوا ماشيين فتيجي تقول ايه احلى واحده اللي في النص مثلا يا ما انا مشيت مع ناس في النص لا وكان ايه برضو اللي هو احلى واحده مجازمه حمراء فتلاقيهم كلهم لا وزي من المعاكسات اللطيفه برضو ممكن نتمشى مع بعض شويه فتبص كده تقول لك ايه ولا طب ممكن نجري شويه بلاش نتمشى يعني في الوقت ده كان الواحد بيدور على حاجه تتقال هو خلاص اول ما بقت لطيفة فممكن يبقى يا أخي ماشي خبأها ونادي يومين المساء أو على الأيام يعني كانت يا سم ادمت دلوقتي يا سم مفيش حدش بيقول يا سم دلوقتي إيه البديل بتاعها؟
بديل بتاعها ايه؟ نفض لا نفض ادمت برضه تخيل يا نهار اسود لسه طالعه اول امبارح نفض دي واحنا ممكن دلوقتي لما بنقول حاجات فاهمين انها جديده وهي قديمه على فكره يعني يا سم دي اللي هي كانت زمان ايه؟ فكك يا ظريف فكك يا ظريف فكك يا ظريف دي الجيران معانا برضه هم صح فكك يا ظريف لا دي فعلا جديده لان لسه سامعها برضه يعني كانك انت يعني كان انا بنت مثلا ماشيه ماشي وانت بقى ايه اللي بتعاكسني بس من الزمن دلوقتي ولا دلوقتي. بتاع خالد بن الوليد خالد بن الوليد يا سم عرفنا لا انا هعاكس خالد بن الوليد يعني بزمن خالد بن الوليد انا مش هعاكس خالد بن الوليد لا زمن النهارده ماشي خد بالك زمن شعر خالد بن الوليد لحسن الناس تفتكر انه ماشي اوكي مش هتعاكس ولا ايه ما انا كنت بكيس انا يا اصل انا اياميها كنت بتكسف اليومين دول بقيت تتكسف لا اياميها ما انا احنا اياميها دلوقتي طب تيجي نروح للبلياردو يلا لعبنا جامد قوي يا تعبنا قوي تلعب بالابيض نلعب التاني شطرنج يا ابني انت ايه اساسي بلياردو ولا ايه يعني في وقت في وقت مفيش استيكه اهي اوكي دي تبشيره اسمها تبشيره صح اللي في ايدك دي هي الاستيكه صح صح تتبشر الاستيكه وتخش يا معلم انت هتكسر ولا ايه لا اكسر انت بقى اكسر انا انت ضيف يعني اوكي لا لعيب ما غركوش ممكن اقربها كمان صح عيش يا معلم لا براحتك انت عندك التلت الاولاني ده بتاعك ماشي بعاكس بعاكس الله 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 ولا كور الحمد لله اهي اهي رايحه ايه رايحه صدق وبس انت سترايبس اوكي اوكي ايه ده ايه لا انا على واحده ضحكت لوحدي مع نفسها كده ما تنزل الكور بتاعتي انا الاول ما انا نظيف ايه ده انت ده نظيف استنى يا معلم ده انا عندي كره على البوكت يا معلم ولا هتيجي يا رب ما تيجي والله ما هتيجي عيب عيب يا عم مش جايه عيب يا معلم عيب ده انا قديم ماشي ده كله نزل العب انت يا سلام يا حاج احمد انت جالك فتره كده اللي هي شوطه البلياردو دي اللي كلنا قعدنا نروح نلعب في النوادي بتاع كنت معانا في الليله دي وما تعلمتش اي حاجه خالص غير ان انا اعرف امسك بتاع دي كده بس هي دي الماسكه الصح بالمناسبه يعمل كده يا يا انت كان قصدك ايه بالله كنت قصد ايه يا احمد وما اتعلمتش غير دي كان قصدي ازنق عليك بس انا عمال افتكر بجد والله يا احمد يعني انت فكرتني في حاجه خالد بن الوليد ده كان هو طقس يعني في شارع خالد بن شارع خالد بن الوليد حد يخش بيسمع حالا البرنامج من شارع خالد بن الوليد اللي في اسكندريه ايوه فكان طقس يعني فكره ان احنا نتمشى الايس كريم بتاع اسكندريه مختلف الايس كريم طبعا الزلابيه طبعا الفظيعه ام سكر ايوه طبعا الكورنيش وفي خروب والخروب خروب انه بقى خروب بتاع سامي بتاع سامي نوف البرهمية وجلاتي عزة وجلاتي عزة وكلوكلو وكلوكلو وفي وعبده صواريخ يا عبده صواريخ ده بتاع الفول بالسجق فول بالسجق اللي هو كله شطه ده في بحري في بحري بالظبط وفي وكان في راي بتاع الكبده
بتاع الكبده. يعني بص، كميه الاكلات اللي الواحد بياكلها بتفكره دايما لما نفتكر اسكندريه، فريسكا بندق. وفريسكا، فريسكا بندق. فريسكا بندق. فريسكا بندق ده برضه كان لطيف. ويعدى عليك معاه ميوهات ومعاه عوامات وشماسي وكراسي. وتستغرب من اللي بيشتروا الميوهات ساعتها، يعني هو اصلا ما بيبقاش باين، انت بتلاقي الحاجات دي ماشيه لوحدها كده. لو تفتكر والله شماسي وعوامات وبتاع، هو مش باين في وسطيه، مش باين. نفس فكره بتناش. مره رحت بلاش كان في ايجار ميوهات. ايجار مايوهات ايه؟ يعني ايه حد ياجر مايوه بتاع حد لبسه مثلا قبل كده؟ يعني ايه؟ ما هي ميه البحر بقى بتطلع البلاوي دي. لعبنا برضو جامد. لعبنا كتير.